كانت ردود الأفعال في البصرة حول ما أفرزته الانتخابات من وجود كتلة برلمانية وقدرتها على انتشال البلد من أزماته المتعددة، فيما طالب البصريون بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وعدم تحويله إلى مؤسسة للمحاصصة والمكاسب السياسية. إيهاب المالكي والتفاصيل. انتهت مرحلة انتخابية ودخل العراق بعهد سياسي جديد يأمل البصريون من خلاله أن تنصف مدينتهم النفطية بعد سنوات من الظلم والإجحاف بحقها، من خلال تشكيل كتلة نيابية من 25 نائبا مهامها تشريع القوانين المهمة واستحصال حقوق المحافظة. يعني اليوم احنا شفنا أعضاء مستقلين وأعضاء تابعين للأحزاب، اليوم أول طلب من أهالي البصرة المفروض يتحدون بيناتهم، المفروض يجلسون جلسة واحدة ويتفقون على خدمة أهالي البصرة، مو والله شاقول لك هذا النائب من كذا حزب وهذا النائب من كذا حزب ما أقعد وياه، لا، احنا هدفنا نريد 25 نائب يتحدون بيناتهم ويخدمون أهالي البصرة. 25 نائبا سيمثلون البصرة تحت قبة البرلمان العراقية بعد إعلان النتائج الأولية من قبل مفوضية الانتخابات. النتائج التي قوبلت برفض شديد من قبل بعض المرشحين الخاسرين، لكن البعض الآخر يراها طبيعية. النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بعد 24 ساعة من يوم التصويت سرعان ما أثارت حفيظة المرشحين الخاسرين بالمعترك الانتخابي، ما دفعهم للخروج بتظاهرات حشد لها أنصارهم أمام المفوضية متهمينها بالتلاعب بأصوات الناخبين. أما من حصد مقعده النيابي فيراها طبيعية. بعد إعلان نتائج الانتخابات ووجود الكثير من الاعتراضات والطعون وغيرها، بأن يكون الجميع متقبل ما آلت إليه نتيجة الانتخابات، هذا أولا، وأن يتقبل نتيجة الطعن، أن يتجه إلى الوجهات القانونية بعيدا عن لغة رفع السلاح و يعني قطع الطرق والتهديد، لأن هذا بالأساس يهدد المجتمع بصورة عامة. بشكل عام نتائج الانتخابات تقع ضمن نطاق التوقعات، والآن نحن نترقب تشكيل الحكومة، وأتمنى أن لا تكون هذه القضية معضلة كما حصل في حكومات سابقة تشكلت بشكل عسير. أهل البصرة يترقبون من الحكومة المقبلة أن تحقق نهضة فعلية في هذه المحافظة، وأن ترتقي بكل مفاصل الحياة في هذه المدينة المهمة باعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. أعلنت نتائج الانتخابات النيابية المبكرة كما يطلق عليها، لترتفع معها آمال وطموحات البصريين بتشكيل حكومة عراقية وطنية تنصف البصرة وسكانها بعد 18 عاما من الظلم والإجحاف الذي لحق بها. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.